ربنا عظيم جدا وقوي جدا، وهو السيد على كل شيء. السماء بتتكلم عن عظمته وبتبين جلال أعماله. ويوم بعد يوم أعماله بتتكلم، وليلة بعد ليلة بتعرفه للكل. لما ربنا خلق السماء خلق كمان الأرض، وخلق الإنسان من التراب ونفخ فيه نسمة حياة. ربنا اللي بيحب الناس خلق الإنسان، الراجل والست خلقهم على صورته عشان يبقى لهم علاقة معاه. وفي الأول كانوا بيتقوا ربنا وبيكرموه وبيطيعوه. وفضل الحال على كده لغاية ما في يوم جه الشيطان وضحك على حواء وخلاها تاكل من الفاكهة المحرمة، فأكلت ودت آدم، هو كمان أكل. وبكده عصى الإنسان الله وضل عنه. وبسبب الخطية دي انفصل الإنسان عن الله وانطرد من جنة عدن. وفضل الله يحب الإنسان وما كانش عايزه ينفصل عنه. لكن إزاي ممكن الله القدوس العادل يقبل خطية الإنسان وما يحاسبوش عليها؟ وربنا بيكشف لنا في الكتاب المقدس إزاي كان عايز ينقذ العالم من العقاب. وأول واحد عرف خطة الله كان أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم كان إنسان صالح، وربنا وعده بالبركة وإنه هيجعل نسله بعدد رمل البحر ونجوم السماء في الكترة. ربنا طلب من إبراهيم يقدم ابنه ذبيحة، قال كده عشان يمتحن إيمان إبراهيم وطاعته. وكان إبراهيم واثق في ربنا وحب يطيعه للآخر. إبراهيم أول ما رفع السكينة عشان يذبح ابنه جه ملاك الله ووقفه. ربنا لما شاف إبراهيم بيتقيه وكان مستعد يطيعه للآخر فرح بيه. إبراهيم شاف خروف مربوط في شجرة من قرونه، خده وذبحه وقدمه لله بدل ابنه. وبكده ربنا بين لأبونا إبراهيم إن ضحية أو ذبيحة لازم تندبح عشان تكفر عن الخطية، لحد ما ييجي الوقت اللي يدبر الله الذبيحة الأخيرة اللي تكفر عن خطايا كل البشر. وبدل ما الخطية كانت بتفصي الإنسان عن الله، الذبيحة دي هترجع العلاقة بينهم تاني. وكلمة الله بتقول إن هناك شخص هو اللي هيكون الذبيحة النهائية لخطية العالم. وزي ما الخروف اتذبح بدل ابن إبراهيم،
الشخص ده هيموت بدل الإنسان عشان تتغفر خطاياه. الشخص ده هو المسيح، يعني الشخص اللي هيجي عشان يصالح العالم مع الله مرة واحدة وللأبد، هو المسيح يسوع. الأنبياء اتنبأوا بالتفصيل عن المسيح من قبل ما يجي بمئات السنين. إشعياء النبي قال إنه هيتولد بمعجزة عجيبة، قال إن عذراء بتول هتحبل وتولد ابن يسموه ابن الله بالمعنى الروحي للكلمة مش المعنى الحرفي. والنبي ميخا اتنبأ وقال إن المسيح هيتولد في بيت لحم، والنبي زكريا اتنبأ عن دخول أورشليم راكب على جحش، وعن خيانة يهوذا تلميذه ليه. والنبي إشعيا اتنبأ بكل اللي هيعمله المسيح لما يجي، قال إن الله مسحه علشان يبشر بالأخبار السارة للمساكين، وهيطيب خاطر كل اللي قلوبهم مكسورة، وهيحرر كل اللي تحت العبودية، ويعلن إن الوقت اللي ربنا هيخلص فيه الناس من الخطية جه. مين بقى المسيح؟ زمان من أكتر من 2000 سنة اتولد يسوع. فيه ناس قالت إنه هو المسيح اللي تنبأ عنه الأنبياء. يا ترى الكلام ده صح؟ وهل حياة يسوع كانت زي ما الأنبياء قالوا عن مسيح الله؟ وهل يسوع كان فعلاً أكتر من مجرد نبي؟ اللي هنشوفه دلوقتي هو حكاية يسوع المسيح زي ما حكاها اللي شافوه وكتبوا عنه في الإنجيل. وقام بدور يسوع في الفيلم واحد ممثل، مع إن محدش يستحق يمثله، لكن ده يساعدنا نفهم ونستفيد من معرفة حياة يسوع. عزيزي توفيلس، بكتب لك عشان تعرف الحق اللي عرفته أنا وشفته بعناية عن كل حاجة حصلت قدامنا. أيام ما كان أغسطس قيصر إمبراطور على روما، وهيرودس كان ملك على منطقة اليهودية، ربنا بعت الملاك جبرائيل لعذراء من الناصرة اسمها مريم. ما تخافيش يا مريم، انت ربنا راضي عنك، انت هتحبلي وتولدي ولد وهتسميه يسوع. ازاي ده يحصل؟ انا مش متجوزة. روح الله القدوس هيحل عليكي، وعشان كده الابن اللي هتولديه هيكون قدوس وهيدعى ابن الله، وملكه مش هيكون له نهاية. قامت مريم وراحت لأليصابات قريبتها، وهي كمان كانت حبلت بمعجزة. اليصابات مين؟ اهلا يا مريم، ربنا يباركك من بين كل الستات ويبارك ابن بطنك. ده انا اول ما سمعت سلامك اتحرك الولد من الفرح في بطني. اعظم الهي من كل قلبي، وروحي تفرح بيه عشان هو اللي خلصني. من دلوقتي ورايح الناس هتشهد ان ربنا باركني. يا أهل الناصرة، أوامر من الإمبراطور أغسطس قيصر، هيكون في تعداد لكل الناس في الجليل واليهودية، كل واحد لازم يسجل اسمه في المكان اللي اتولد فيه. وراحت مريم مع يوسف خطيبها
يسجلوا نفسهم في بيت لحم. لكن ما لقيوش مكان ينزلوا فيه غير اسطبل حيوانات. وبرا البلد كان فيه رعاه سهرانين بيحرسوا غنمهم، وفجأة ظهر لهم ملاك من عند ربنا ونور حواليهم نور شديد. النهاردة وفي مدينة داوود اتولد لكم مخلص، هو المسيح الرب. وبسرعة راح الرعاه يشوفوا المولود، وكانوا أول ناس يبشروا بالأخبار الحلوة عن المخلص، وهو ده معنى الإنجيل. وبعد 8 أيام سموا الطفل يسوع، وبعد كده يوسف ومريم أخدوه على أورشليم عشان يقدموه في الهيكل. وهناك قابلوا راجل صالح اسمه سمعان، ربنا كان وعده انه مش هيموت قبل ما يشوف المخلص. يا رب تقدر تاخدني بسلام دلوقتي زي ما وعدت. لاني بعيني شفت خلاصك اللي جهزته لكل الناس. بركة ربنا معاكم. بعد ما خلصوا كل حاجة حسب الناموس رجعوا بلدهم، وكان يوسف ومريم بيروحوا كل سنة أورشليم في عيد الفصح. ولما بقى يسوع عنده 12 سنة راحوا أورشليم زي العادة. وبعد العيد ما خلص رجعوا مع كل الناس، وهم في الطريق اكتشفوا إن يسوع مش معاهم، فرجعوا يدوروا عليه. وبعد 3 أيام لقيوه في الهيكل وسط المعلمين والكهنة. مين ده اللي بيسأل كل الأسئلة دي؟ أصله من الناصرة وافتكرناه رجع معانا. معلش اعذروه. وكل اللي سمعوه كانوا بيستغربوا على حكمته. عملت كده ليه يا ابني؟ أنا وأبوك قلقنا عليك جدا ودورنا عليك كتير. ليه تدوروا وتتعبوا؟ لازم تعرفوا اني مشغول في اعمال ابويا. ورجع معاهم للناصرة، وكان بيكبر في الجسد والعقل والفهم وحياته مع الله ومع الناس. وبعد 15 سنة من حكم تيباريوس قيصر كان بيلاطس هو اللي بيحكم منطقة اليهودية، وهيرودس بيحكم الجليل، وكان حنان وقيافة رؤساء كهنة. وربنا بعت يوحنا للناس علشان يبشرهم ويكلمهم عن التوبة ومغفرة الخطايا، وكان بيعمدهم بالمية بعد ما يتوبوا. لازم ترجعوا عن خطاياكم وتتعمدوا بالمية وتتطهروا، وربنا هيغفر لكم خطاياكم زي ما هو مكتوب في نبوة النبي إشعياء: صوت بينادي في الصحراء جهزوا طريق الرب وخلوا طرقه مستقيمة. كل أرض واطية هتتردم وتعلى، وكل جبل عالي هيتهد ويوطى، والسكك المعوجة هتتعدل والوعرة هتبقى سهلة.
في الوقت ده كل الناس هيشوفوا خلاص ربنا. طب وهنعمل ايه؟ اخ منكم يا تعبين. انت عايز مننا ايه؟ طب قول لنا نروح فين. اللي عنده جلبيتين زي كده لازم يدي واحدة للي ما عندهوش، واللي عنده أكل يعمل كده. يا معلم. طيب احنا شغلنا جمع الضرائب، نعمل ايه؟ ما تاخدوش من الناس اكتر من حقكم. واحنا كمان نعمل ايه؟ ما تظلموش الناس وتاخدوا فلوسهم بالعافية، وما تتهموش اي حد ظلم، واكتفوا بالمقسوم لكم. قل لنا، هو انت الصحيح المسيح؟ انا بعمدكم بمية، لكن هيجي اللي هو اقوى مني، اللي ما استاهلش ان افك رباط مداسه. هو اللي هيعمدكم بالروح القدس ونار، اللي مدريته في ايده، وهينقي الغلة بتاعته ويحطها في مخزنه. ونزل عليه الروح القدس على هيئة حمامة. وجه صوت من السماء وقال: انت ابني الوحيد اللي بتسعدني وتفرحني. ولما ابتدى يسوع خدمته كان عمره 30 سنة، ورجع للأردن وهو مليان بالروح القدس اللي خده للصحراء. وهناك جه إبليس يجربه لمدة 40 يوم، وطول الوقت ده كان صايم. وجاله إبليس وقال له: إن كنت ابن الله خلي الحجارة دي تبقى عيش. مكتوب الناس مش بس بتعيش بالعيش، لكن بكلام الله. وخدوا إبليس لجبل عالي ووراه كل الدنيا في لحظة. حديلك كل اللي انت شايفه من هيبة ومجد، ده كله بتاعي، وأقدر أديه للي أحب أدهوله، بس تسجد لي. مكتوب السجود لله وحده والعبادة لله وحده. وخدوا إبليس بعد كده الأورشليم وطلعوا على سطح عالي وقال له: لو كنت ابن الله صحيح ارمي نفسك لتحت، ما هو مكتوب إن ربنا هيوصي ملايكته ويحافظوا عليك ويشيلوك على أيديهم ورجلك ما تخبطش في حجر. بس مكتوب كمان ما تجربش الرب إلهك. Thank you.
وراح يسوع للناصرة البلد اللي تربى فيها. وراح يصلي زي عادته يوم السبت. وقام يقرا الكتاب، فادوله يقرا من نبوة إشعياء. روح السيد الرب علي، لأنه اختارني عشان أفرح المساكين، وكلفني أبشر المأسورين بالإفراج والعمي بالنظر، ودي الحرية للمظلومين، وأعلن إن الوقت اللي الله هيحرر فيه شعبه جه. بيتكلم كويس. والنهاردة الكلام اللي انتوا سمعتوه اتحقق فعلا. اتحقق فعلا؟ المسيح بس هو اللي ممكن يحقق الكلام ده. طب ونعرف ازاي؟ اكيد هتقولولي المثل ده، اشفي نفسك يا طبيب، وممكن تقولولي كمان اعمل الحاجات دي هنا في بلدك زي ما عملتها في كفر نحوم. اقول لكم الحق، مفيش نبي مقبول في بلده. بالكلام ده اعلن يسوع ان هو المنقذ اللي ربنا اختاره، لكن اليهود ما قبلهوش، وكانوا عايزين يرموه من على الجبل، لكن هو فات في وسطهم ومشي في سكته. وراح على كفر نحوم في الجليل، والرومان كانوا محتلين البلد، والشعب كانوا فاكرين إن المسيح هيحررهم منهم. اهلا يا سمعان. اهلا يا معلم. يا ترى مركبك ياخدنا؟ اتفضل. مش ممكن يسيبنا مش كده؟ كلمنا كلمنا كلمنا. مش ممكن يسيبنا مش كده؟ في مرة اتنين راحوا عشان يصلوا في الهيكل، واحد منهم فريسي والتاني عشار. وقف الفريسي يصلي ويقول في نفسه: أشكرك يا رب عشان أنا مش طماع ولا غشاش ولا زاني زي باقي الناس ولا زي الراجل العشار اللي هناك ده. بصوم يومين في الأسبوع وبديلك عشر كل حاجة عندي. لكن العشار وقف وما كانش قادر يرفع وشه ناحية السماء، وفضل يخبط على صدره ويقول: اللهم ارحمني أنا الخاطي. عارفين، العشار هو اللي رجع بيته طاهر مش الفريسي. وكل اللي يرفع نفسه ربنا يخضعه، واللي بيتواضع ربنا يرفعه. ادخل جوه شوية كمان يا سمعان، استعدوا وارموا الشبك عشان تصطادوا. يا سيد، احنا تعبنا طول الليل وما اصطدناش حاجة.
لكن على كلمتك أدينا هنرمي الشبك. يعقوب، يوحنا، يعقوب، يوحنا، قربوا، تعالوا ساعدونا، تعالوا. مش ممكن، مش قادرين. الحمد لله. كفاية. اخرج يا رب من عندي، انا انسان خاطي. لا ما تخافش، من هنا ورايح هتصطاد الناس. تعالوا اسمعوا كلامي وكلامي هيحييكم. اطلبوا ربنا، هو موجود، ادعوا له، هو قريب. والأشرار يرجعوا عن شرهم، والخطاة يسيبوا أفكارهم الغلط ويتوبوا، يتوبوا لربنا عشان يرحمهم ويغفر لهم، وساعتها تخرجوا بفرح وتعيشوا بسلام. أهو بيقرب، أهو جه، بصوا يسوع، يسوع. أرجوك انقذ بنتي الوحيدة. يا سيد ارحمني، دي دوب عندها 12 سنة وبتموت. أرجوك، أرجوك تعالى معايا. يا إيروس، معلش. يسوع، بنتك ماتت، ما تتعبش يسوع أكتر من كده. ما تخافش، آمن بس وهتبقى كويسة. ما تبكوش، دي ما ماتتش، هي بس نايمة. يا بنتي قومي. ادوها حاجة تاكلها، وخدوا بالكم محدش يعرف اللي حصل. وشاف بعد كده عشار اسمه متى واقف عند المكان اللي بيدفعوا فيه الضرائب. تعال معي.
وطلع يسوع يصلي على الجبل، وقضى الليل كله في الصلاة. ولما طلع النهار اختار تلاميذه الاثناشر وسماهم رسل. سمعان اللي شهرته بطرس، أندراوس أخوه، يعقوب، يوحنا، فيلبس، وبارثلوماوس، ومتى، وتوما، ويعقوب ابن حلفة، وسمعان الغيور، ويهوذا أخو يعقوب، ويهوذا الإسخريوطي اللي خانه، يا بخت المساكين عشان بيتمتعوا بملكوت الله، يا بخت الجعانين ربنا هيشبعهم، يا بخت اللي بيبكوا دلوقتي بعدين هيضحكوا، يا بختكم لو الناس كرهوكم وبعدوا عنكم وشتموكم وقالوا انكم اشرار وهم كذابين. لما يحصل لكم كده افرحوا عشان هتاخدوا مكافئتكم في السماء، عشان اجدادهم عملوا كده مع الانبياء قبلكم. ستاشر، سبعتاشر، تمنتاشر، تسعتاشر، عشرين، ده كل اللي عندي. يعني ايه ده كل اللي عندك؟ يا ويلك انتوا يا اغنية، دلوقتي حياتكم سهلة. مش عايز يبقى غني، ده مجنون. يا ويلكوا يا اللي بتضحكوا دلوقتي، بكرة تحزنوا وتبكوا. يا ويلكم لو الناس مدحوكم عشان أجدادهم عملوا كده برضو مع الأنبياء الكذابين. لكن خدوا بالكم كلكم، حبوا أعدائكم، احسنوا للي بيكرهوكم، باركوا اللي بيلعنوكم، صلوا للي بيظلموكم، واللي يضربك على خدك اليمين دور له خدك التاني. واللي يجي ياخد توبك سيب له باقي هدومك. واللي يطلب منك اديله. واللي يحتاج لحاجة بتاعتك ما تطلبهاش منه تاني. عاملوا الناس زي ما تحبوهم يعاملوكم. لو كنتوا بتحبوا بس اللي بيحبوكم يبقى عملتوا ايه؟ الأشرار كمان بيحبوا اللي بيحبوهم. ولو بتعاملوا كويس كل الناس اللي بيعاملوكم كويس تبقوا عملتوا ايه؟ الخطاة برضو بيعملوا كده. ازاي يلمسها بايديه؟ ازاي يتكلم معاها كده؟ حاجة تغيظ. يا
لا، حبوا أعدائكم وعملوهم كويس، ادوا الناس وما تستنوش الرد، وأجرتكم هتكون عند الله، وبكده تبقوا أولاد الله، اللي بيحسن على الأشرار واللي ما بيشكروش. ارحموا زي ما ربكم بيرحم. انقذنا يا يسوع. ما تحكموش على حد ما يتحكمش عليكم، ما تدينوش وانتوا محدش يدينكم، اغفروا وربنا هيغفر لكم. نور لنا طريقنا يا رب. احسنوا وربنا هيحسن اليكم، لان زي ما بتعاملوا الناس هتتعاملوا. الاعمى ما يقدرش يساعد اعمى، والا هما الاتنين يقعوا في حفره. ليه تفضل تبص على عيوب اخوك وانت عيوبك اكبر وما انتش شايفها؟ ارشدنا يا سيد. احنا محتاجين لك دلوقتي يا رب. يا بخت الام اللي جابتك واعتنت بيك. قولي يا بخت اللي بيسمعوا كلام الله وبيعملوا بيه. نفسي اعرف مين ده. تفتكر هو فعلا المسيح؟ الراجل الفريسي ده دعا يسوع يتعشى معاه، ويسوع راح بيته واكل معاه. امشي يا ابني انت وهو، سمع الكلام؟ امشي، دايما جايين كده في مشاكلهم. ودي بتعمل ايه هنا؟ معرفش. عايزه ايه؟ هي بتعمل ايه؟ لو كان النبي بصحيح كان عارف مين الست اللي بتلمسه دي، وكان عارف قد ايه هي نكسه. انا عارف مين دي يا سمعان. اسمع الحكايه دي. كان في اتنين عليهم فلوس لواحد، واحد كان عليه 500 دينار والتاني كان عليه 50، وما كانوش قادرين يردوا الدين، قام سامحهم هما الاتنين. تفتكر مين منهم يحبوا اكتر؟ بيتهيألي اللي كان عليه فلوس اكتر. كلامك صح. شايف الست دي؟ اديني دخلت بيتك وما جبتليش ميه اغسل رجليا، لكن هي غسلت رجليا بدموعها ومسحتها بشعر راسها. انت ما رحبتش بيا، لكن هي من ساعه ما جيت وهي بتبوس في رجليا. انت ما دهنتش راسي بالزيت وهي دهنت رجليا بالعطر. اقول لك حاجه، محبتها الكتيره بتقول ان اللي اتغفر لها كتير، واللي يتغفر له قليل بيحب قليل. خطاياك اتغفرت، ايمانك انقذك، ربنا يباركك. كان يسوع بيتنقل من مكان لمكان يبشر بملكوت الله، والتلاميذ الاتناشر كانوا معاه، وكان هناك ستات من اللي شفاهم من أرواح شريرة: مريم المجدلية، يوانا مرات خوزي اللي كان بيشتغل في قصر هيرودس، وسوسنة.
وهيرودس الحاكم الروماني على الجليل حط يوحنا المعمدان في السجن عشان ما كانش راضي عن جوازه من مرات أخوه. لما وصلنا لبوابة نايين عدت علينا جنازة، وكان الميت وحيد لأمه الأرملة. لما شافها يسوع صعبت عليه قوي، فلمس النعش وقال قوم يا ابني قوم، وقام الميت ورجعوا يسوع تاني لأمه. روحوا اسألوه، هو انت المسيح اللي يوحنا قال انك هتيجي، ولا حنستنى حد تاني؟ يا سيد. يا سيد يوحنا المعمدان بعتنا نسألك إن كنت أنت اللي جاي تنقذنا، ولا نستنى حد تاني؟ روح قولوا ليوحنا على اللي شفتوه وسمعتوه، العمي بيفتحوا والعرج بيمشوا، يا بخت الإنسان اللي ما يشكش فيا. من فضلك شيلني. تعالى، شايف دلوقتي؟ أنا شايف يسوع. خرج الفلاح عشان يزرع، وهو بيزرع وقعت بذور على الطريق فدسها الناس ونزلت الطيور أكلتها، ووقعت بذور على الحجارة فنبتت لكن المية كانت قليلة فنشفت، وقعت بذور تانية وسط الشوك بس طلع معاها الشوك وخنقها، وقعت بذور على أرض كويسة دي طلعت غلة كتيرة قوي 100 مرة أكتر. يا سيد ليه بتتكلم بأمثال لما يكون في ناس حوالينا؟ معرفة أسرار الملكوت نعمة من ربنا ليكم، ولكن الناس التانيين بكلمهم بأمثال لأنهم بيبصوا من غير ما يشوفوا وبيسمعوا من غير ما يفهموا. لكن آدي معنى المثل، الزرع هو كلام الله، البذور اللي على الطريق هم الناس اللي بيسمعوا، لكن إبليس بيجي وياخد الكلمة من قلوبهم لحسن يتوبوا ويأمنوا، والبذور اللي وقعت على الحجارة هم اللي سمعوا وفرحوا بالكلام بس ما تأصلش فيهم، بيقبلوا الكلام بسرعة وأول ما تيجي التجارب يرجعوا تاني، والبذور اللي وقعت وسط الشوك هم اللي بيسمعوا لكن الاهتمام بالدنيا والغنى ومتع الدنيا بيخنقهم، دول ما بيجيبوش ثمر. واللي بيتزرع في الأرض الكويسة هم اللي بيسمعوا كلمة ربنا ويحفظوها في قلبهم الطاهر، دول هم اللي بيجيبوا غلة كويسة. محدش يولع لمبة ويغطيها ولا يحطها تحت حاجة، لكن لازم يحطها على رف عالي عشان تنور لكل الناس الموجودين. كل المستخبي هيبان وكل المكتوم هيتزاع والكل هيبقى في النور. خدوا بالكم واسمعوا، اللي عنده هياخد بزيادة، واللي ما عندوش فالقليل اللي فاكر انه عنده هيتاخد منه. يا سيد أمك وإخواتك واقفين برا عايزينك، عايزين يشوفوك. أمي وإخواتي هما اللي بيسمعوا كلام الله وبينفذوه. وفي يوم من الأيام
دخل هو وتلاميذه مركب وقال لهم تعالوا نعدي الناحية التانية. وفي وسط ما هم بيعدوا نام. راح فين إيمانكم؟ ووصلوا لمدينة الجدريين على الناحية التانية من البحيرة قدام الجليل. اسمك ايه؟ لاجئون، احنا بنتركك ما ترميناش في الجحيم، خلينا ندخل في الخنازير زيها. خرجت الشياطين من الراجل. رايحين فين؟ ودخلت في الخنازير. امشي من هنا، انت ساحر، سيبنا في حالنا. امشي من هنا، سيبنا، امشي من هنا. انا معاك منين ما تروح، عايز افضل معاك. ارجع لبيتك واحكي على اللي حصل معاك. ورجع يسوع وتلاميذه على بيت صيدا. لكن ناس كتير عرفوا مكانه وراحوا وراه. وبعد الظهر قال بطرس: يا سيد، لازم نمشي الناس
ونخليهم يروحوا لأي مكان من اللي حوالينا ويجيبوا لنفسهم أكل. المكان ده مقطوع. هاتولهم انتوا حاجة ياكلوها. احنا كل اللي عندنا 5 ترغيفة وسمكتين. يا رب ليك الحمد، انت ملك الملوك، انت اللي بتطلع العيش من الارض. مش معقول. هي الناس بتقول عني ايه؟ في ناس بتقول انك يوحنا المعمدان، وناس بتقول انك ايليا، وناس بتقول انك نبي من بتوع زمان رجع مرة تاني. طب وانتو تفتكروا مين انا؟ مسيح الله. ما تقولوش الكلام ده لحد. لازم ابن الإنسان يتعذب كتير ويترفض ويموت، لكن حيقوم من الموت في اليوم التالت. فاض قلبي بشوق حد فيكم هيمشي معايا؟ أنا معاك يا سيد، لكن استأذنك الأول إني أودع عيلتي. محدش يحط إيده على المحرات ويبص لورا ينفع لملكوت الله. لو كان حد عايز يمشي ورايا لازم ينسى نفسه ويشيل صليبه كل يوم ويمشي ورايا. اللي عايز يخلص نفسه يضحي بيها، واللي يضحي بنفسه علشاني هو اللي هيكسبها. عشان ايه اللي يستفيده الانسان لو كسب الدنيا وخسر نفسه؟ كل اللي يخجل مني ومن كلامي هيخجل منه ابن الانسان لما يجي في مجده مع الله الاب والملائكة. أأكد لكم في ناس هنا مش هيشوفوا الموت لحد ما يشوفوا ملكوت الله. وخد يسوع يوحنا ويعقوب وبطرس وطلع على الجبل يصلي.
وفي وسط ما كان بيصلي وشه اتغير وهدومه بقت بيضة زي التلج وبتلمع. وفجأة جم اتنين وابتدوا يتكلموا معاه. الاتنين دول كانوا موسى وإيليا اللي ظهروا في مجد سماوي. انت اللي هتحقق قصد الله وحتموت في أورشليم. وقبل ما يمشوا قال بطرس ليسوع: يا سيد، احنا مبسوطين اننا هنا، عايزين نعمل ثلاث خيام، واحدة ليك وهو بيتكلم، واحدة لموسى، جت سحابة وغطت عليهم، وواحدة لإيليا. والتلاميذ خافوا، وجه صوت من السحابة بيقول: هو ده ابن الحبيب اللي اخترته، اسمعوا له. يا معلم، أرجوك بص على ابني، أرجوك أرجوك ساعده، ده ابني الوحيد وترجيت تلاميذك يخرجوه بس ما يدروش. انتوا جيل مش مؤمن وأعوج، لغاية امتى هفضل معاكم واستحملكم؟ هات ابنك. ووشه كمان خاف، حاجة عجيبة. علمنا الصلاة زي ما يوحنا علم تلاميذه. لما تصلوا قولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. اطلبوا وانتوا تاخدوا، دوروا وحتلاقوا، خبطوا على الابواب وهي تتفتح لكم، عشان كل اللي بيطلب بياخد، واللي بيدور بيلاقي، والباب هيتفتح لاي واحد يخبط. لو اب منكم ابنه طلب منه سمكه، معقولة يديله تعبان؟ ولا يديله عقرب بدل البيضة؟ إذا كنتوا وانتوا أشرار تعرفوا تدوا ولادكم حاجات كويسة، فكام وكام أبوكم السماوي
يدي الروح القدس للي يطلبوه. اسمعوني، ما تهتموش في حياتكم بالأكل اللي هتاكلوه ولا باللبس اللي هتلبسوه. الحياة أهم من الأكل، والجسم أهم من اللبس. بصوا على الغربان، لا بتزرع ولا بتحصد ولا عندها مخازن، والله بيعولها. انتوا أهم بكتير من كل الطيور. مين منكم لو قلق يقدر يزود ساعة على عمره؟ فلو ما تقدروش على حاجة بسيطة، ليه قلقانين على الباقي؟ بصوا على الزهور ازاي بتكبر، لا بتتعب ولا بتغزل، لكن ولا سليمان في عز مجده لبس زي واحدة منها. لو ربنا بيكسي الزرع اللي النهاردة موجود وبكرة يدبل ويترمي، فكام وكام بالأولى يلبسكم انتم؟ خلوا عندكم إيمان. يا ريت تزود إيماننا. لو عندكم إيمان قد حبة الخردل وتقولوا للجميزة دي اتقلعي وانغرسي في البحر دلوقتي، هتسمع كلامكم. التجارب ضروري هتقابلكم، لكن يا ويل اللي هيكون السبب. أحسن له يربط حجر في رقبته ويترمي في البحر، بدل ما يخلي واحد صغير يقع في الغلط. إيه شكل ملكوت الله؟ أقول لكم، هو زي حبة خردل خدها واحد وزرعها، فكبرت وبقت شجرة كبيرة وعششت فيها الطيور. أنا مش فاهمة هو بيتكلم على إيه. إزاي تاكل وتشرب مع العشرين والخطاة دول؟ مش السلام هم اللي عايزين دكتور، لكن العيانين. وأنا ما جيتش عشان الكويسين، بالعكس، عشان الخطاة. كلمنا تاني عن ملكوت الله، كلمنا كمان. وانتوا ما تخافوش، ابوكم حيديلكم الملكوت. بيعوا اللي عندكم واحسنوا بيع الفقراء. اعملوا لنفسكم اكياس ما تدوبش، وخلوا كنوزكم في السماء وعمرها ما هتنقص. هناك مفيش حد يسرق ولا حاجة ممكن تفسد. المكان اللي فيه كنزك فيه قلبك. روحي، انت حرة من مرضك. بصوا بصوا، خفت، معجزة، خفت، تعالوا بصوا. الحمد ليك يا رب. الحمد لله. في 6 أيام للشغل، تعالوا في أي يوم منها عشان تخفوا، مش لازم يوم السبت. يا منافقين، محدش منكم بيحل طوره ولا حماره ويروح يسقيه يوم السبت. دي واحدة من نسل إبراهيم والشيطان رابطها 18 سنة. ما كانش لازم نحلها يوم السبت.
معلمنا الصالح، ايه اللي اعمله وورث الحياة الابدية؟ انت ليه بتقول لي صالح؟ محدش صالح غير الله. انت عارف الوصايا، لا تزني، لا تقتل، لا تشهد بالزور، اكرم اباك وامك. الحاجات دي كلها عرفتها من صغري. يبقى ناقصك حاجة واحدة تعملها، بيع اللي عندك واحسن للفقراء ويبقى لك كنز في السماء، وتعالى ورايا. بس احنا تجار واغنية. صعب ان غني يدخل ملكوت الله، ده دخول جمل بحاله من خرم إبرة اسهل من دخول غني للملكوت. يبقى مين اللي هينجى؟ اللي ما يقدرش عليه الناس الله يقدر عليه. قول لنا امتى هيجي ملكوت الله؟ ملكوت الله ما يجيش ابدا بالصورة دي، وما ينفعش حد يقول بصوا اهو هنا ولا هناك، لان ملكوت الله جواكم. هيجي وقت تشتهوا تشوفوا فيه يوم من ايام ابن الانسان، ومش هتشوفوه. زي ما البرق بيظهر في السماء وينور الدنيا كلها، هيجي ابن الانسان في يومه. لكن لازم الاول يتعذب ويترفض من كل الناس. زوال السماء والأرض أسهل من زوال نقطة من شريعة الله. أنبياء وملوك كتير اتمنوا يشوفوا اللي انتوا شايفينه ولا شافوهوش، ويسمعوا اللي بتسمعوه ولا سمعوهوش. طب نعمل ايه؟ بيقول ايه كلام الله؟ فهمه كويس؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك وبكل قدرتك وبكل أفكارك، وتحب قريبك زي نفسك. مظبوط، نفذ الكلام ده تحيا. ومين هو قريبي؟ مش العساكر دول. وايه رأيك في قيصر؟ كان في واحد مسافر من أورشليم لأريحة، طلعوا عليه لصوص، عروه وجرحوه وسابوه بين حي وميت. بعدين كاهن جه ماشي في السكة لكنه شافه ومشي. وبعدين لاوي جه بص عليه ومشي برضه. لكن واحد سامري كان معدي، لما شافه صعب عليه، ربط له جروحه وحط له عليها دواء وركبه على حمارته وطلع بيه على مكان يبيت فيه. تاني يوم راح دفع فلوس لصاحب المكان وقال له خد بالك منه، اي حاجة تصرفها هدفعها لك لما ارجع. تفتكروا مين من التلاتة بقى قريب الراجل اللي طلعوا عليه اللصوص؟ اللي عمل معاه معروف. روحوا واعملوا زيه. سيبوا الولاد يجوا هنا وما تمنعوهمش، ملكوت الله للي زيهم. الحقيقة المهمة، اللي ما يقبلش ملكوت الله زي ولد من دول مش ممكن يدخله، لأن اللي يقبل الولاد دول علشاني بيقبلني، واللي يقبلني يقبل اللي بعتني. الأصغر فيكم هو أعظمكم. حصل فيه ايه؟ يسوع الناصري معدي. يا يسوع، يا
يسوع. يا ابن داود ارحمني ارحمني. عايزني اعمل ايه عشانك؟ عايز انا يتفتح. فتح ايمانك شفاك. انا شايف شايف انا شايف. وهو رايح أورشليم ناس كتير قابلوه في كل مكان وكانوا بيسألوه عن طريق الخلاص وعايزين يعلمهم أكتر عن ملكوت الله. الراجل ده أكيد نبي. يا ربي خلصني. ويسوع بقى معروف عند الناس وكتير بيحبوا يقابلوه. وفي أريحة كان في عشار اسمه زكا كان عايز يشوف يسوع وكان قصير فطلع على شجر عشان يشوفه. انزل بسرعة يا زكا، النهاردة حزورك في بيتك. بتقول بيتي؟ ده مين ده اللي هيزوره في بيته؟ ازاي زكا يعرف يسوع؟ يا رب أنا حدي نص أملاكي للمساكين واللي غشتهم هرجع لهم قد اللي خدته 4 مرات. أنا مش مصدق عشار يدفع فلوس، مش ممكن. البيت ده نال النجاة والخلاص عشان الراجل ده برضه من نسل إبراهيم، لأن يسوع جه علشان يخلص الخطاة. اسمعوا، احنا رايحين أورشليم وكل المكتوب عن ابن الإنسان حيتم هناك. حيتسلم لأعدائه وحيستهزأوا بيه وحيشتموه وحيجلدوه وفي النهاية حيقتلوه، وفي ثالث يوم حيقوم. ومع إن يسوع كان عارف إنه هيموت للتكفير عن خطية الناس، راح أورشليم وناس كتير فرحوا لما شافوه وفضلوا يهتفوا إنه هو ده ملكهم. خلي تلاميذك يسكتوا. عايز اقول لك لو دول سكتوا الحجاره من نفسها هتهتف. السلام والبركه والمجد ليك. ايه
وقرب يسوع على أورشليم، ولما شافها بكى عليها. لو بس في يومك ده تعرفي الطريق اللي ممكن يوصلك للسلام، لكن دلوقتي خلاص هتيجي أيام وأعدائك هيحوطوك من كل ناحية ويهدوا أسوارك عليكي، وولادك فيكي مش هيسيبوا فيكي حجر على حجر عشان ما قدرتيش تعرفي إمتى وقت الرحمة. وتحول الهيكل اللي في أورشليم من مكان عبادة لمكان تجارة. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22. للصلاة وانتوا خليتوه مغارة لصوص. ده هيموت حيواناتي، امسكوه امسكوه. نادوا الحراس، نادوا الحراس. وزاد اعتراض القادة الدينيين والسياسيين، لأن الناس كانوا بيهتفوا بأن يسوع هو الملك. أنا فاهم أن الناس كتار بيقولوا أنه ملك. ملك؟ ملك لصوص وشحاتين. احنا شفنا من الأشكال دي كتير قبل كده، بيجوا ويمشوا ويتنسوا. ما تبقاش أعمى، أتباعه بيزيدوا كل يوم، الناس متعلقة بيه وفاكرينه ملك. أديني بحذركم أهو، لو الراجل ده عمل مشاكل تاني هتبقوا أنتوا المسؤولين. يمكن عنده حق، خلينا نشوف الجليلي ده. ولما هاجم يسوع المنافقين من الكتبة والفريسيين مرة بعد مرة، زاد عدد أتباعه من اليهود، وزاد عدد المعارضين اللي هاجمهم وكشفهم. ولما كان يسوع في الهيكل شاف ست فقيرة جاية تحط فلوس في صندوق العطاء. ما تقدريش تدفعي أكتر؟ عارفين الست الفقيرة دي دفعت أكتر من الكل، عشان دول دفعوا عطاهم من اللي فاضل عندهم. لكن هي مع إنها فقيرة دفعت كل اللي عندها. قل لنا مين اداك الحق تقول كده؟ مين اداك الحق ده؟ انا كمان هسألكم سؤال، قولولي معمودية يوحنا كانت من السماء ولا من الناس؟ هنقوله ايه؟ لو قلنا من السماء هيقول لنا ليه ما امنتوش بيه، ولو قلنا من الناس الناس دي هتركمنا، أصلهم كلهم بيقولوا إنه يوحنا نبي. إحنا مش عارفين جت منين، وأنا كمان مش هقول لكم مين إداني الحق أعمل الحاجات دي. في مرة واحد زرع غيط عنب واداه الفلاحين يرعوه، وسافر مدة طويلة، ولما جه وقت حصاد العنب بعت عبد من عنده
يستلم نصيبه من الفلاحين، لكن جلدوه ورجع زي ما راح، فبعت عبد تاني فجلدوه هو كمان وهنوه ورجعوه زي ما راح. راح بعت واحد تالت برضو عذبوه وطردوه. بعد كده قال لنفسه اعمل ايه، احسن حاجة ابعت ابني يمكن لما يشوفوه يختشوا، لكن اول ما شافوه اتفقوا انهم يقتلوه عشان هو اللي هيورث، وبكده ياخدوا الورث بداله. كمل. طلعوه بره الغيط وقتلوه. يعمل ايه بقى صاحب الغيط مع الفلاحين دول؟ ضروري يتخلص منهم ويدي الغيط لفلاحين غيرهم. عارفين ايه معنى الكلام ده؟ الحجر اللي مرضيش بيه البنايين بقى هو حجر الزاوية، اي واحد يقع على الحجر ده يتقطع حتت، واللي الحجر يقع عليه يطحنه طحن. يا معلم، احنا عارفين ان تعليمك كله مظبوط، وعارفين كمان انك مش بتحابل اي حد وبتعلم عن الله بالحق. قل لنا يا ترى ندفع الضريبة لقيصر ولا لا؟ خد بالك دول عايزين يجربوك. وروني دينار. الصورة والكتابة دول بتوع مين؟ قيصر. يبقى حاجة قيصر تروح لقيصر، وحاجة ربنا ادوها لربنا. هتروحوا تقولوا ايه بقى؟ وجه عيد الفطير اللي كانوا بيذبحوا فيه ضحية. فبعت يسوع بطرس ويوحنا يجهزوا العشاء. كنت مشتاق اني اكل معاكم اكلة العيد قبل ما اتألم، لاني مش هاكلها تاني الا بمعناها الحقيقي في ملكوت الله. الحمد والشكر ليك يا رب يا ملك الكون، ياللي بتدينا أكلنا من الأرض. خدوا وقسموها مع بعض، أنا مش هشرب من عصير العنب ده لغاية ما يتحقق في ملكوت الله. الحمد والشكر ليك يا رب يا ملك الكون، ياللي بتدينا العيش من الأرض. ده جسمي اللي هضحي بيه، اعملوا كده وتذكروني. الكاس ده هو العهد الجديد بدمي اللي هضحي بيه عشانكم. بس اللي هيخوني قاعد ياكل معايا. صحيح ابن الانسان هينفذ خطته المرسومة، بس يا ويل الشخص اللي هيخونه. لا يمكن، لا يمكن، مستحيل. قول لنا مين الخاين. مش ممكن نعمل
أعظمكم لازم يكون زي أصغركم، والكبير فيكم هو اللي يخدم. مين الكبير؟ اللي قاعد بياكل ولا اللي بيخدم؟ أكيد هو الشخص اللي قاعد، لكن أنا هو في وسطكم بخدمكم. أنتوا وقفتوا معايا في الوقت الصعب، وأنا حدلكم نصيب كبير زي ما الآب اداني نصيب. هتاكلوا وتشربوا معايا في ملكوتي، وهتقعدوا على كراسي وهتحكموا على بني إسرائيل. يبقى مفيش خاين هنا. سمعان، على مهلك يا سمعان، الشيطان عايز يجربكم ويغربلكم زي ما الفلاح بيقعد يغربل الغلة. لكن أنا صليت لك عشان إيمانك ما يضيعش، وإنت لما ترجع لازم تشدد إخواتك. يا رب، أنا مستعد أروح السجن معاك وأموت كمان. اسمع يا بطرس، قبل ما اديك يدا النهاردة هتنكر 3 مرات إنك تعرفني. لما بعتكم من غير كيس ولا أكل احتاجتوا حاجة؟ لا، ما حصلش. دلوقتي اللي عنده كيس ياخده معاه، واللي ما عندوش سيف يبيع هدومه ويشتري واحد. خدوا بالكم، مكتوب عني هيتعد وسط المجرمين، واللي اتكتب ده هيتحقق بالظبط. أهو عندنا سيفين يا رب. كفاية كده. رؤساء الكهنة والكتبة كانوا بيفكروا ازاي يقتلوه. قام الشيطان وزي يهوذا الاسخريوطي، وده واحد من ال 12 تلميذ، فدبر المؤامرة مع الشيوخ عشان يقبضوا على يسوع. يسوع كان ساب أورشليم وراح على جبل الزيتون يصلي. صلوا عشان ما تقعوش في تجربة. رؤساء الكهنة دفعوا اليهوذا 30 حتة فضة تمن تسليمهم يسوع، ويسوع كان عارف إن وقته قرب فراح يصلي. يا أبي، إن كان يرضيك نجيني من الساعة دي، لكن إرادتك مش إرادتي هي اللي هتتحقق. وظهر له ملاك من السماء يقويه. وعرقه بقى زي نقط الدم نازل على الأرض. انتوا نايمين ليه؟ قوموا وصلوا عشان ما تقعوش في تجربة.
يهوذا. القبلة تسلم ابن الإنسان. يا رب نضربهم بالسيف. يلا ابوضوا عليه. كفاية كده. معجزة. زي ما تكونوا طالعين على لص بالسيوف. ما انا كنت قدامكم كل يوم في الهيكل ومقربتوليش، لكن هي دي ساعتكم، ساعة ميسود الشر. قبضوا عليه. خذوا بالكم. والعساكر خدوه يتحاكم، وكانوا بيتريقوا على انه ملك اليهود. وهذه لبس الملوك. ايه اللي حصل؟ ويا ترى جلالتك هتخلصنا ولا هتنقذنا؟ وده كمان كان مع يسوع. يا ستي ده انا حتى معرفوش. انا شفتهم مع بعض. خدمة جلالتك. ويا ترى حاسس بيه وانت كده؟ وانت كمان منهم؟ انا مش منهم. أنا متأكد إن الراجل ده كان مع يسوع، ده حتى من الجليل. يا عم روح. أنا مش فاهم أنت بتتكلم عن إيه. وبص يسوع لبطرس، وافتكر بطرس كلامه لما قال له قبل الديك ما يدن هتنكر 3 مرات إنك تعرفني. يا رب أرجوك سامحني، أنت الرب العظيم القوي، أنت اللي غفرت لأجدادنا لما عصوا كلامك، ومع إنك غضبت عليهم ما رميتهمش في الهلاك، حافظت عليهم وعلى عهدك معاهم، لأنك عظيم ورحيم. مين اللي ضربك؟ اتنبأ مين اللي هيضربك؟ كفاية، قلت كفاية، هاتولي المجلس. يلا. وشيوخ الشعب اجتمعوا عشان يحققوا مع يسوع.
لنا، هو أنت المسيح؟ إن قلتلكم مش هتصدقوني، وإن سألتكم سؤال مش هتردوا عليا. لكن من هنا ورايح ابن الإنسان هيكون على يمين الله القوي. على كده انت ابن الله؟ تمام زي ما بتقول. مين اداله الحق يقول الكلام ده؟ مذنب ها؟ ادينا سامعين بودنا اللي بيقوله. ناخده لبيلاطس. احنا لازم نتخلص. لازم. ايوه خدوه. اتحرك. وخدوه على بيلاطس الحاكم الروماني الفاسد اللي صلب آلاف الناس. جايين بدري كده ليه؟ وعايزين مني ايه؟ الراجل ده بيهيج الناس في البلد وعمل مشاكل في سوق الهيكل. يبقى يستحق ايه بقى؟ احكم عليه. انا مش لاقي فيه اي حاجة تستحق الحكم. احنا شايفين انه مذنب وبيقول الناس ما يدفعوش الضرائب، وبيقول انه هو المسيح الملك. ملك؟ انت ملك اليهود؟ زي ما بتقول. ابتدى في الجليل وهو جالنا هنا. الجليل؟ الراجل ده جليلي؟ يبقى لازم هيرودس هو اللي حكمه، مش هو لسه في اورشليم؟ خدوه لهيرودس. بتقول ايه على نفسك؟ ومن هم تلاميذك؟ ناس كتير بتقول انك بتعمل معجزات، وريني حاجة كده. مولانا ده هيفسد لنا البلد كلها، وبيقول انه الملك. الراجل ده ملك؟ مولاي حيوا كلكم. رجعوه لبيلاطس، دي مسؤوليته هو. الراجل ده ما عملش أي حاجة تستحق الموت. الأحسن إني أجلده وأفرج عنه.
مش انت لازم تفرج لنا عن حد من المساجين في العيد اللي جاي؟ افرج عن باراباس. ايوة باراباس. أيوة وخد ابداله. اصلابه. ايوة اصلابه. انت وانت اجلدوه. الناس كانوا بيزعقوا ويقولوا ينصلب ينصلب. قام بيلاطس نفذ لهم رغبتهم وافرج عن باراباس المجرم القاتل وقتل اللي طلب الناس انه يتقتل. سلمهم يسوع يصلبوه. ارجعوا ارجعوا امشوا من هنا ابعدوا عنه. ابعد انت ابعدي اتحرك اتحرك ابعد من السكة. انا مش قلت لك اتحرك. قوم قوم. انت اسمك ايه؟ سمعان القيرواني. تعال معايا. اقطعوا الحبل. شيل بسرعة. اتحرك. اتحرك. ارجع. ارجع. وسع السكة هناك. ارجع ورا ورا ورا. ارجع ارجع. ارجع. نبكي عليك يا سيد. اشرب 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 يا سيد. ابنات أورشليم ما تبكوش عليا، ابكوا على نفسكم وعلى أولادكم. لما بيعملوا كل ده بالفرع الحي الأخضر هيعملوا ايه بالدبلان؟ ربنا يعين. هنصلي ونضايق. حرك انزل هنا بسرعة. اسرع. ماشي كمل ماشي. اسرع اسرع. يلا اتحرك اتحرك. قدام هنا. ماشي ماشي.
ارفع ده. سامحهم يا رب، مش عارفين بيعملوا ايه. خلص ناس كتير، خليه يخلص نفسه. ايوه خلص نفسك لو كنت انت المسيح بصحيح، وانزل من على الصليب ورينا معجزة من معجزاتك. واتصلب يسوع وسط للصين عشان تتحقق نبوة أنبياء الله اللي قالوها من زمان. الهدوم دي مش أي كلام. سيبوه سيبوه. لا 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 ما تقطعهوش، أحسن حاجة نعمل قرعة. يا بختك يا عم، هتعمل بيه ايه بعد ما كسبته؟ وعلقوا يافطة فوق راسه كتبوا عليها هو ده ملك اليهود. خلص نفسك لو كنت صحيح ملك اليهود. مش انت المسيح؟ خلص نفسك وخلصنا. انت مش خايف ربنا؟ اهو اتحكم عليه زيك،
مع انه ما عملش حاجه غلط. افتكرني يا يسوع لما تيجي وانت ملك. اوعدك النهارده هتكون معايا في الفردوس. ومع ان الدنيا كانت ظهر ضلمت في كل مكان لمده 3 ساعات لغايه الساعه 3. صارت الهيكل اتشقت بالنص من فوق لتحت. أبتاه استودع روحي في ايدك. رئيس الحرس شاف اللي حصل وحمد ربنا وقال: المجد لله. الحقيقة الراجل ده كان صالح. ويوسف الرامي الراجل الصالح المعروف اللي ما كانش موافق على موت يسوع مع انه كان في المجلس اليهودي استأذن انه ياخد جثة يسوع ويدفنها قبل المغرب. من فضلك عايزين نمشي وراه. مفيش مشكلة، تعالوا لحسن يوم السبت بيقرب. ويوم الحد الصبح بدري قوي جمع القبر ومعاهم حنوط يحطوه على الجسد، فما لقيوش الحجر على القبر ودخلوا ما لقيوش جسد يسوع موجود. ازاي تدوروا على الحي وسط الميتين؟ هو مش هنا،
قام. فاكرين قال لكم ايه وهو في الجليل؟ ابن الانسان هيتقبض عليه ويتصلب وهيموت ويقوم في اليوم الثالث. جسد يسوع. ايه؟ جثة يسوع مش موجودة؟ وفجأة ظهر لنا ملاكين بيلمعوا زي الشمس، وقالوا لنا ازاي بتدوروا على الحي وسط الميتين؟ صدقوني صدقونا صدقونا، شفناهم. تعالوا بنفسكم بصوا، القبر فاضي وهو مش هناك. صدقنا يا بطرس. وظهر يسوع لاتنين من التلاميذ ورجعوا يقولوا للباقيين: الرب قام فعلا وظهر لسمعان. ومعرفناهوش في الاول واحنا في السكه، لكن لما كسر العيش عرفناه. امواس غريبة انه راح هناك. السلام لكم. ايه اللي ملخبطكم كده؟ ايه اللي بيخليكم تشكوا في قلوبكم؟ بصوا، اهي ايديا ورجليا، اتاكدوا ان انا قدامكم، المسوني وهتتاكدوا. الروح ملهوش لحم وعظم زي ما انا قدامكم. انا قلت لكم الكلام ده لما كنت معاكم. كل اللي اتكتب عني وكلام الانبياء القديم والمزامير لازم يتحقق. اهو المكتوب، المسيح لازم يتألم ويقوم من الموت في اليوم الثالث، وباسمه هيتبشر برساله التوبه ومغفره الخطيه في كل مكان في العالم من اول اورشليم. وانتوا شهود على كده، وانا بنفسي باكد لكم وعد الاب. لكن افضلوا في اورشليم لغايه ما تحل عليكم قوه من السماء. الله يبارككم ويحفظكم. الله اداني كل سلطان في السماء وعلى الأرض. روحوا كل مكان في العالم، عمدوا الناس باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم كل الحاجات اللي علمتها لكم. وأنا هفضل معاكم لنهاية الأيام. ربنا قال في الكتاب المقدس إن المسيح هيجي ويخلص العالم من الخطية، وحياة يسوع بتقدم لنا الدليل على إنه هو نفسه الشخص اللي اتكلم عنه الأنبياء.
والنبي إشعيا قال العذراء هتحبل وتولد ابن، وبعد كده بمئات سنين اتولد يسوع وتحققت النبوة. والكتاب المقدس بيقول إن القدوس اللي هيتولد هيبقى هو ابن الله، وده معناه إن يسوع هيقولوا عليه ابن الله، طبعا بالمعنى الروحي مش الحرفي للكلمة. وده بنشوفه واضح في الطريقة اللي عاش بيها يسوع، لأنه شفى العيانين وغفر خطايا الخطاة ورجع لهم علاقتهم بالله ووعدهم بمكان مع ربنا في ملكوته، وبعدين قدم نفسه ذبيحة بدل الناس عن خطيتهم، وقام من الموت وانتصر عليه. يسوع قال ما حدش يقدر ياخد حياتي مني، أنا اللي أقدمها بنفسي. وحياة يسوع مش بس اتحقق فيها كلام الأنبياء، لكن أكدت كلام الله نفسه. الأنبياء قالوا كلمة الله كاملة وكلمتك يا رب تعيش للأبد، ويسوع نفسه قال حتى لو السماء والأرض زالت فكلامي مش ممكن يزول. وجه يسوع عشان يدينا حياة سعيدة غنية، بس لما الناس عصوا الله اختاروا انهم يمشوا في طريقهم، واعمالهم دي فصلتهم وبعدتهم عن الله اللي خلقهم. والكتاب المقدس بيقول الناس كلهم عملوا الخطية، وبيقول كمان أجرة الخطية موت، وده معناه موت روحي، يعني انفصال عن الله للأبد. وزي ما ربنا بعت خروف ياخد مكان ابن أبونا إبراهيم ويموت بداله، بعت يسوع المسيح يموت بدلنا. وحياة المسيح وموته وقيامته رجعوا العلاقة بين الله والناس اللي أمنوا بيه واتكلوا عليه. ولحد دلوقتي اللي بيتبعوا يسوع مش بس بتتغفر خطيتهم، لكن كمان بيتخلصوا من عقاب الخطية، وربنا بيضمن لهم السماء والحياة معاه للأبد. والنهاردة يسوع بيقدم لكل واحد الحياة الجديدة والتحرر من الخطية وقوتها. ده مش معناه إنك تتبع دينه بس، لكن إنك تختار تآمن بالمسيح اللي قال أنا واقف على الباب أخبط، إن حد سمع صوتي وفتح الباب هدخل بيته. وده معناه إننا نرجع لله ونآمن إن يسوع هيدخل حياتنا ويغفر خطيتنا ويخلينا نعيش زي ما هو عايز. مش كفاية إنك تصدق الكلام ده بعقلك ولا حتى تنفعل بيه بإحساسك، إحنا بنقبله بالنعمة وبالإيمان، وده عمل من أعمال الإرادة. ولما يكون الناس مستعدين يتبعوا يسوع المسيح ممكن يكلموه ويعترفوا له. إذا كنت مستعد لكده تعال له، قرب منه واعترف بخطاياك وتعهد بإنك تتبعه. يا رب يسوع أنا محتاج لك، أشكرك لأنك مت على الصليب علشان خطيتي، أنا بعترف وأتوب يا رب عن خطيتي. وبفتح باب قلبي وحياتي وأقبلك مخلص ورب وسيد. أشكرك لأنك غفرت خطيتي وديتني حياة أبدية. خليني أعيش زي ما أنت عايز يا رب. لأني هتبعك وامشي معاك. آمين. يسوع قال عن المؤمنين بيه خرافي تعرف صوتي وأنا أعرفها، وهم بيمشوا ورايا ويتبعوني. وعشان تعيش الحياة السعيدة الغنية اللي بيوعدنا بيها الرب يسوع لازم تكلم ربنا كل يوم بالصلاة، وتقرأ أو تسمع كلمة ربنا، وكمان تكلم غيرك عنه، وتتقابل دايما في اجتماعات مع الناس اللي بيحبوا يسوع وبيمشوا وراه ويعيشوا معاه. وما تنساش أبدا وعد يسوع العظيم
كل السلطان اللي في السماء وعلى الأرض عندي، وأنا هكون دايما معاكم لغاية نهاية الزمن.